دكتورة نادية عمارة، فجأة حصل انقطاع عن العمل، وده ما حصلش طول أكتر من 20 سنة. دي حقيقة. يعني هو أنا بالنسبة لي المشاهدين والالتقاء بيهم على الهوا ده، يعني تقدري تقولي ده مثابة روحي، فأنا لما بغيب عنهم دي مشكلة. يعني أنا حتى كتير ببقى أكون مجهدة، من لأني طبعا البحث العلمي والكتابة والقراءة، وأنا كل شيء بعمله بإيدي، فأحيانا بتيجي عليا لحظات بكون تعبانة مجهدة محتاجة إني أرتاح، يعني ما برضاش عشان ببقى عايزة أشوف الناس وإني أتواصل معهم. لكن بقالي كان سنة كده كل شوية يجيني دوار، وبعدين في مرة من المرات تعبت وزي أغمى عليا في المكتب، وبعدين طلعوا بيا طوارئ، وبعد كده أبقى كويسة خلاص أرجع تاني يقولوا لا ده ممكن مخ وأعصاب، ممكن أنف وأذن، ده يشيك وده يشيك، لكن ويدوا علاجات ونمشي فترة على يعني اللي بينصح بيه الأطباء. يعني السنة الأخيرة دي كنت أنا مش مظبوط، يعني كل شوية بغيب، وده مش عادة عندي، لأن أنا حتى لو إيه عندي بنزل. فجيت بقى في الفترة الأخيرة دي جاتني كذا حاجة ورا بعض، وختمت بقى أن أنا خدوني على الطوارئ تاني. أنا فاهمة هيظبطوا بقى الدنيا وأرجع زي كل مرة. أنا بقالي واضح أنك متعودة، لا تروحي تتظبطي وبترجعي على شغل. السنة الأخيرة دي كل شوية أروح الطوارئ من غير ما حد يحس. الله يسلم حضرتك. وبعدين بقى قالوا بس محتاجين يعني نحجز حضرتك 48 ساعة بس نطمن. 48 ساعة بقوا 10 أيام في المستشفى، وبقى لاني كنت داخله بكذا عرض، يعني درجه حراره مرتفعه، ضربات قلب سريعه جدا، وجع في بطني، كان اعراض تانيه كتيره مصاحبه، وعدم اتزان شديد جدا، في تعب كان يعني زاد عن الحد الطبيعي اللي كنت بمر بيه. فالدكتور محمد علاء ربنا يبارك فيه قال لي دكتوره نادي انا هتعامل معاكي انك فايلات، كل فايل نخلصه نقفله، لان واضح انك حوشتي كتير قوي. الهارد ديسك اتملى. اتملى على الاخر صحيح. ودخلنا في قولون عصبي وكذا حاجه مع بعضها، يعني كذا حاجه. انا مش عايزه ارهق بس يعني خلينا نقول يعني تراكمات لمجموعه مختلفه من الاوجاع، مش حاجه واحده. وطبعا هو اول حاجه قالها لي وانا في غرفه المناظير، بقول له انا اول ما فتحت فيه ايه، فيقول لي بس هو في انك ترتاحي شويه. دي الكلمه اللي الف لا باس عليك. الله يا دكتوره، ان شاء الله كل الامور يعني تقول بخير وصحه يا رب. اللهم امين. لكن بطمن الناس، وبرده عشان انت عارفه على السوشيال ميديا يعني فزعوا الناس كتير الحقيقه. معلش هو غصب عني، في اول كام يوم كنت انا مش موجوده خالص، لكن بعد ما فقت وكده بدات تنزل اخبار لتطمين الناس، والحمد لله انا كويسه الحمد لله رب العالمين. يا رب حال. يا رب وكويسه بيكوا يعني الحقيقه. شفتك النهارده والله. شكرا. طبعا عارفه قادره اتخيل اداء دكتوره نادية عمارة الهادئ الغير مبالغ، يعني فاهمه ان كل وجع من دول ممكن يكون اخد منها قلق قد ايه، او حتى لخبطه في حياتها قد ايه، وكلهم مجتمعين كده يعملوا كوكتيل محترم محترم ومعطل جدا، بس من الكوكتيل ده قولون عصبي دكتوره نادية عمارة، ده احنا نضرب بيك المثل في الهدوء. هو الحقيقه انا شخص عصبي مش هادئ، حتى الجمهور احيانا يلحظ ده لما يجي سؤال مش في مكانه قوي، او ابقى زعلانه على اللي قدامي قوي، فغضبي يبان، يعني غضبي تبقى غضب للحق يعني، لكن مش في كل وقت الغضب عمال على بطال. لكن انا من الشخصيه عصبيه، يعني الهدوء يعني كمان بعد يعني مرور وقت من عمر الانسان بيفقد من الهدوء ده شويه، وبتبقى العصبيه هي اللي بتبقى اكتر من كتر الحاجات اللي بنواجهها وبنشوفها. بيقولوا الخلق بيضيق. صحيح. الانسان بيضعف بالوقت، فهو بيحتاج معونه دايما من الله سبحانه وتعالى. بس احترافيتك بتغطي تماما على جزئيه العصبيه دي، يعني العصبيه والتعب. انا ساعتها ببقى قاعده مش قادره اقعد، ولكن بقعد على بستعين بالله، وببقى باخد الباور من الناس. يعني انا ببقى داخله يبقى هم مثلا طب ناجل النهارده، طب خلينا نطلع النهارده اعاده، ما جراش حاجه، اقول لهم لا انا هطلع، واطلع يبقى هم خايفين ان انا اطلع الهوا يجرى حاجه اللي حواليا. فلكن بمعونه من الله، والله انا نفسي اقعد اقول هو مدد من الله سبحانه وتعالى، عشان مش خاطري، عشان خاطر الناس. انا عندي 3 صبيان وبنت، وعندي بيت 4 ادوار، فاعطيت كل عيل، انا وابوهم يعني، كل عيل شقه، ومن ضمنهم البنت. ففي منهم من الصبيان رفض دخول البنت خالص الشقه، ورفض ان هو يديها الشقه، قال ليها النص بس.
رغم ان البيت مكتوب باسم والله انا مطلوب. انا بتعجب لحال الولاد الحقيقه. لا ليكي حق تديها، ده النبي بيقول لو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء على الرجال عليه الصلاه والسلام. يعني الواحد يقف قدام ابوه وامه ويقول لهم لا او اه وده نص وده ربع وده ده يصح ده، يعني الاهل موجودين، الاب موجود والام موجود، ربنا يبارك في حضراتكم يديكم الصحه والعافيه وطوله العمر في خير. وبعدين نقف قدام اهالينا ونقول اصل انتوا ما ينفعش تدوا، انتوا ينفع لو كانوا من اهل ظلم، انما انتوا بتعملوا نص ما اخبر به الحبيب عليه الصلاه والسلام. استاذ حضرتك يعني اي حد من تراعي ربنا فيا وراعي ربنا فيها يبقى كتر الف خيرك يعني عن طريق الشاشه. ده والله ليس هذا من اختصاصي يا استاذ محمد حضرتك، وليس هذا من اختصاص برنامج قلوب عامره الحقيقه. حضرتك دلوقتي هو ممكن واحد عالم فلك يحدد الانسان هيموت امتى؟ بالساعه، بالتاريخ، باليوم؟ يعني حضرتك بتسالني اذا هم بيعملوا الكلام ده فيعني يصح؟ لا ده فعلا حاصل، مش نعم احنا بنشوف ده. وكذب هؤلاء ولو صدق ما قالوا. بالظبط كده، احنا ده زي ما بنتكلم فيه. بس في ناس مقتنعه ان هي بتحدد وتقول لك انا قلت فلان وفلان 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 وفعلا الناس ديت توفت. طب اساله انت عارف بقى ده يتسال على طول، تقول له انت حدد ساعه موتك انت. ما هو فعلا لما قالوا له كده في برنامج ما يعني اي مكان سين او صاد يعني لا يعني لا يستطيع ان يحد، فكذب هؤلاء ولو صدقوا. حرصي الدائم اني ادي للناس اكبر قدر من العلم، فده بيجعل عندي هم دائم اني مثلا انا وانا بكتب التفسير حريصه انه ما يبقاش اي تفسير، يعني انا مش مثلا اقرا في كتب التفسير وبنقل، لا انا كاني بصوغ حاجه بكتبها اهضم اللي قريته وبعدين اكتب، وانا بكتب ارجع تاني بذاكر مع نفسي واشوف الحاجه دي هتوصل ازاي، لا ابقى مش راضي عن نفسي طبعا بنسبه كبيره واقعد بقى اجود، فده بياخد مجهود واضح انا ما كنتش بحس بيه. يعني حتى الطبيب يقول لي انت، اقول له انت محسسني كان انا بعمل شيء يعني انا مستثقلاه، بالعكس ده شيء انا بحبه.